قضية دخول مجلس، كم عدد الأشخاص الذين سجلت طبقا لتقارير المباحث؟ سجلت بصماتهم وأسماءهم. ما كان العدد أكثر من 350 شخص؟ طيب هل يجوز أن ينتقي أحد في الاتهام؟ أحدد فلان وفلان 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 لأتهمهم. زين هذه وين تصير بالقانون؟ إذا المسألة بهالطريقة معناتها كل حرية، كل فرد حريته مهددة بأي قرار. علاوة على المفاسد الأخرى اللي ارتكبت في مذابح القانون خلال السنوات الماضية، بدءا من استخدام الجنسية كسلاح سياسي والانقلاب على الدستور وتعديل القانون الانتخابي وغيرها من ولذلك أنا أقول أنه لابد من موقف شعبي ووطني واضح، واضح، غير ذلك راح نعيد نفس السيناريو الذي سبق إعادته في 67 و 76 و 85 و 92 و 90.